وشايف نفسه ان هو وصل لمرحلة ان هو مش هقول فوق البشر. انا اترفض ازاي؟ انا اللي اي بنت تتمناني، انا ضابط شرطة، ازاي في واحدة ترفض؟ خبط عروسته طلقتين، وخبط حماته طلقة، وخبط اخت خطيبته طلقة. ان عواقب ارتكاب الجريمة وخيمة جدا، ستودي بك الى اوضاع مأساوية حزينة. نصيحة: لا تورط نفسك في ارتكاب اي جريمة او مخالفة للقانون، لان الجريمة لا تفيد. ساعة مع حنفي. اهلا بكم، اهلا بكل مشاهدي قناة ساعة مع حنفي. الجريمة موجودة ومش هنقدر نمنعها، لكن نقدر ننوه وننبه ونقول لكل واحد بيفكر في ارتكاب جريمة: خلي بالك، مش انت بس اللي بتتضرر، مش انت بس اللي تتسجن وبتتعدم، في ناس تاني بسبب فعلتك دي بيتدمروا. زوجتك، اولادك، اخواتك، امك، ابوك، شبابك، حياتك. بعد اذنك قبل ما ترتكب الجريمة ممكن دقيقة واحدة تفكر في الناس دي؟ تعال نشوف الجريمة دي اللي بطلها ضابط شرطة. ضابط شرطة يعني ايه؟ يعني هيبة. خلي بالكم الضباط بيتم اختيارهم بعناية من حيث الاصل والاسرة والكفاءة والمقاومات الشخصية والسلوك النفسي. مش اي واحد بيدخل كلية شرطة. فلما يتخرج منها ضابط بيقتل، ده شيء غريب جدا. المشكلة ان الضابط بيتخرج من الكلية على قدر كبير جدا من الثقة في نفسه، بيكون واثق في نفسه وفي امكانياته جدا، وشايف نفسه ان هو وصل لمرحلة ان هو مش هنقول فوق البشر، لكن انا واحد وصلت لمرحلة والرتبة تخليني احسن من غيري. ودي مشكلة كبيرة جدا، ان ضابط الشرطة فاكر نفسه ان هو بيتميز بميزات غيره ما عندوش. لما يروح يتقدم لعروسة بيبقى رايح وهو واثق 100% مين اللي هيرفضني، مين دي اللي هتقول عليا لا، مين دي اللي ممكن تقول ما خدش ده. ودي مشكلة كبيرة جدا، الثقة الزائدة في النفس. الضابط ده عشان تبقوا عارفين، في دولة او في المملكة المغربية، في المغرب الجريمة دي مش موجودة. الجريمة مش مقصورة على مصر او قصيرة على مصر او على دولة بعينها. الجريمة موجودة من اول الدول، درجة اولى، فرز اول، زي امريكا والدول الاوروبية، وايضا في دول العالم الثالث اللي هو الفرز الثالث او الدول اللي احنا عليها مجاملة الدول النامية. الجريمة موجودة طول ما في بشر. الضابط المغربي ده شاب جميل على قدر كبير جدا من الثقة في نفسه، اتقدم لبنت في مدينة اسمها المدينة الجديدة. اهلها طبعا وافقوا عليه، ضابط رتبة، راجل معه مركزه كويس، معاه عربيته، معاه مقاومات وسمات، وكانوا معجبين قوي بالسلاح الشخصي اللي حطه على جنبه. لكن البنت مش عايزاه. ما هو الزواج يا جماعه مش بالعافيه ولا بالوظيفه ولا الجواز. البنت بيكون حاطه في دماغها حياه تاني، وحياه الضابط صعبه جدا. حياه الضابط مرهقه، لانها دي مش وظيفه، دي رساله بيؤديها. ممكن يقعد بالشهر والاثنين ما يعرفش يقعد مع زوجته يوم. حياته كلها مسخرة لخدمة الناس والسهر على أمنهم وحمايتهم. وفعلا ضباط الشرطة الله يكون في عونهم ويكون في عون زوجاتهم وأولادهم، بيتعبوا. ده الضابط بينام في مكتبه باليوم وبالاثنين. أجازة عيد ممنوعة، أجازة معرفش بتاعة أي مناسبة ممنوعة، في رمضان معرفش يفطر مع أهله. حياة شقة جدا مش أي حد يتحملها. لا الشاب نفسه أحيانا ما بيقدرش يستمر في الشغلة دي نظرا لإرهاقها وتعبها. وفي نفس الوقت الزوجة بتتعب جدا، زوجة رجل الشرطة بتبقى تعبانة هي وولادها من عدم وجود الزوج الدائم معاه. فهي البنت المغربية رفضت، مش عايزة الضابط ده. أبوها قال لها: طب يا بنتي ادي لنفسك فرصة، ايه رأيك نلبس دبل ونخطب بعضينا، وفترة الخطوبة دي فترة تعارف، ادرسوا بعض يمكن تستريحين. وفعلا البنت بناء على نصيحة والدتها ووالدها واخواتها، لانهم كلهم كانوا منبهرين بالشاب ده، عربية وسلطة ويمشي في اي حتة، ضابط شرطة، البنت اتخطبت له.
قعد شهر اتنين البنت مش حاسة معاه بأي نوع من الانسجام العاطفي، شغله واخده، ويوم ما بيجي زيارة أحيانا يتصلوا بيه باللاسلكي بيرجع تاني، حياته مضطربة ومش منتظمة. البنت قالت اللي خلينا في فترة الخطوبة مش عارفين نقعد مع بعض ولا عارفين نسهر مع بعض، يبقى بعد الجواز هنعمل ايه؟ وهو كان بيحاول يقول لها طب التمثيل العذر ده شغلي اعمل ايه فيه؟ لكن قالت طب انا ايه اللي يجبرني على كده؟ انا عايزه واحد من بعد الظهر يخلص يبقى متفرغ. بالفعل ابوها اتصل بالظبط وقال له يا ابني كل حاجه اسمها النصيب، وبنتي مش قادره تستمر معاك لان ليها صفات معينه، ان واحد يكون متفرغ، واحد بيشغله مش بالمواعيد بتاعتك صبح وبعد الظهر وفي الليل، هي مش عايزه كده، معلش يا حبيبتي تعالى خد حاجه. حاول الشاب تكرارا وبعت والدته واهلها، لان البنت جميله جدا والشاب بيحبها جدا، لكن البنت مش حاسه باي انسجام عاطفي معاه. كل محاولات الشاب للاسف فشلت. هنا بقى خدته حته العنجهيه، انا اترفض ازاي؟ انا اللي اي بنت تتمناني، انا ضابط شرطه، ازاي في واحده ترفضني؟ المهم اتصل باهلها وقال لهم طب زي بعضه احنا ننزل نتعشى ونسهر مع بعضينا، يمكن اقدر اقنعها ودي على اقل حتى تبقى الوداع بيني وبينها. استجابت الام واستجابت اختها واستجابت العروسة ونزل. حاول معاهم كتير ان هو يا جماعة حاولوا يا جماعة انا بحبك يا بنتي انا كذا، البنت قالت له احنا اخوات وانا نزلت دلوقتي عشان العلاقة اللي بيننا ما تنقطعش واحنا زي الاخوات وانا بعتذر لك وكل حاجة اسمها نصيب. الضابط كبر الموضوع في دماغه قوي، راح مرة واحدة مطلع الطبنجة من جنبه وشد الأجزاء، خبط عروسته طلقتين وخبط حماته طلقة وخبط أخت خطيبته طلقة، وراح بعد كده ركب عربيته وتوجه إلى مدينة الدار البيضاء اللي هو كان شغال فيها قبل ما ينتقل، لأنه انتقل إلى مدينة الجديدة لما شاف عروسته. بعد كده قعد، هو ده اللي هو اللي بنقول عليه في ساعة مع حنفي، لو كان قعد في عربيته فكر دقيقة زي ما قعد دلوقتي وهو بيقول انا عملت كده ازاي، ازاي ايدي طوعتني واضرب خطيبتي واضرب ام خطيبتي واضرب اخته خطيبتي بالرصاص، ضيعت مستقبلي وضيعت شبابي وهدخل السجن اللي انا المفروض انا اللي بحرص ان انا ادخل كل واحد خارج عن القانون السجن، انا ادخل السجن واقعد مع المجرمين. طب انت ما فكرتش في كده قبل ما تطلع سلاحك وتضرب خطيبتك وامها واختها؟ ما فكرتش؟ هو ده اللي بنقول عليه يا جماعة، كل واحد قبل ما يرتكب جريمة يفكر. الضابط لقى نفسه ضاع، موت خطيبته وموت امها واختها وهو، كله ده بسبب ايه؟ ازاي اترفض؟ ازاي انا اترفض؟ انا ما اترفضش، انا اي حد يتمناني انا ضابط. لكن للأسف لما لقى نفسه كده طلع الطبنجة مرة تاني وحطها بوقه وخد طلقة اودت بحياته في الحال، لقوه ميت جوه سيارته. شفتوا الحب بيعمل ايه؟ الحب والكبرياء والثقه الزايده في النفس. انا ترفض ازاي؟ كل الجريمه تمت، انا ترفض ازاي؟ طبعا عقبال الشرطه ما وصلت للاسره، اول ما جالهم ان فيه ثلاث سيدات تم اطلاق النار عليهم، الثلاثه على فكره حالتهم خطره لكن ما ماتوش، لكن الضابط هو الطلقه اللي بقه اودت بحياته بعد ما كتب اعتذار لرؤسائه في العمل واعتذار لاهل خطيبته انه كان بيحبها وانه هو العقاب الوحيد اللي لازم يعاقب نفسه انه هو لازم يموت، وفعلا انتحر. هنقول ايه؟ لله الامر من قبل ومن بعد. اشكركم.